وراهم زيني أنا كاتب الصحفيين. حقيقة إحنا مسرورين جدا بحضورنا مع الأسرة الصحفية اليوم، مع الأسرة الإعلامية لإجراء التعديل الرابع على قانون نقابة الصحفيين. تعرفون حضراتكم تمت قراءة هذا التعديل، قراءة أولى وقراءة ثانية، والتصويت على المضي به من حيث المبدأ، واليوم نحن في مرحلة التصويت. ما استلمناه من النقابة، هذا طبعا القانون لم يأتي من حكومة، أتى من النقابة بعد أن صوتت الهيئة العامة للنقابة على التعديلات، وأكثر هذه التعديلات ما يخص النظام البائد والإشارة إلى حزب البعث المحظور. اليوم نحن يعني أكاد أقول